المحول الكهربي جهاز لرفع أو خفض الجهد المتردد. لماذا المحول الكهربي لا يستخدم في رفع أو خفض التيار المستمر؟ لأن التيار المستمر ثابت الشدة والاتجاه. التيار المستمر ثابت الشدة والاتجاه. إذن الفيض ثابت ولا يتغير، ولا يحدث تغير في الفيض، لأن قوة الدفع تنتج من تغير الفيض التي تتولد في الملف الثانوي. فمهما مر التيار في الملف الابتدائي فعلا يتكون فيض، ولكن لا يحدث تغير في الفيض، لا يحدث تغير في الفيض الكهربي. ولكن عندما نستخدم تيار متردد فإن التيار المتردد يحدث له تغير في الفيض. إذن فكرة عمل المحول الحث المتبادل بين ملفين، ويستخدم لرفع أو خفض الجهد المتردد. يبقى المحول يستخدم لرفع أو خفض الجهد المتردد. إذن يستخدم لرفع أو خفض الجهد المتردد، وهو عبارة عن ملف ابتدائي يوصل بالمصدر، ملف ثانوي يوصل بالجهاز، شرائح معزولة من الحديد المطوع السيليكوني. طبعا كل حاجة من ديت لها سبب. عند مرور تيار في الملف الثانوي يستخدم لرفع أو خفض الجهد المتردد. لو احنا شفنا التركيب هنلاقي شرائح معزولة لتقليل التيارات الدوامية والحرارة، ملف ابتدائي يوصل بالمصدر، ملف ثانوي يوصل بالجهاز المراد تشغيله، وهذه الشرائح المعزولة لتقليل التيارات الدوامية، وحديد مطوع سيليكوني لكي يسهل نقل الجزيئات المغناطيسية عبر الشرائح المعزولة لكي يتم تقطيعها في الملف الثانوي وحدوث تغير في الفيض وتولد عن ذلك قوة دفع مستحثة في الملف الثانوي. إذن استخدم محول رافع في أماكن توليد الكهرباء، وذلك لرفع الجهد وتقليل التيار الكهربي وتقليل الطاقة المستهلكة. بينما استخدم محول خافض في أماكن استهلاك الكهرباء، العكس بقى، لخفض الجهد وزيادة التيار وزيادة الطاقة المستهلكة في الأجهزة الكهربية في المنازل أو أماكن استهلاك الطاقة الكهربية. المحول الكهربي عبارة عن قلب يتكون من شرائح معزولة. يبقى شرائح معزولة ليه؟ طبعا قلنا لتقليل التيارات الدوامية والحرارة. يبقى الإجابة ليه شرائح معزولة، شرائح معزولة بهذا الشكل لتقليل التيارات الدوامية. يبقى لتقليل التيارات الدوامية والحرارة. طيب، بيصنع من الحديد المطوع السيليكوني. طبعا احنا عارفين المطاوع، حديد مطاوع لزيادة النفاذية للمجال الناشئ من الملف الابتدائي الذي سيذهب الى الملف الثانوي، وسيليكوني يبقى لتسهيل حركة الجزيئات المغناطيسية، لتسهيل حركة الجزيئات المغناطيسية. طيب ايه معنى العبارة ديت؟ عارفين عند مرور تيار في الملف الابتدائي ينشأ، طبعا ده تيار متردد يبقى الفيض متغير، ينشأ مجال مغناطيسي في الملف الابتدائي. هنا الحديد المطوع السيليكوني هيسهل حركة المجال المغناطيسي الذي سيصل إلى الملف الثانوي. احنا قلنا الموصل مصدر هنسميه ملف ابتدائي، ملف ابتدائي، واللي هيوصل بالجهاز نسميه ملف ثانوي، ملف ثانوي.
طيب بعد كده الملف النحاسي، الملف المصنوع منه سلك نحاس. طبعا اي حاجه تذكر عن النحاس نقول الصفه بتاعته، اللي هو نقول مقاومته النوعيه صغيره، اذا توصيلاته عادي. مقاومته النوعيه صغيره، اذا هيكون التوصيليه عاليه. يبقى دي كلها كل العوامل اللي ممكن نزود من كفاءه المحول. سؤال مهم لك، كيف نزيد من كفاءه المحول؟ يبقى نزيد من كفاءة المحول إن إحنا هنصنع الشرائح من الحديد المطاوع السيليكوني لمنع لتقليل التردد الدوامي والحرارة، ويسهل وحديد سيليكوني اللي يسهل من حركة الجزيئات المغناطيسية، والأسلاك نحاسية، أسلاك الملف نحاسية، لأن تتميز زي ما اتفقنا إن مقاومتها النوعية صغيرة، إذا توصيلتها عالية. طيب عندنا نوعين من المحولات، في محول رافع ومحول إيه خافض. هنيجي المحول الرافع زي ما اتفقنا يبقى فيه محطات التوليد علشان يزيد الجهد، ومحول خافض في محطات في أماكن استهلاك لأنه يخفض الجهد. يبقى أول حاجة من حيث الوظيفة، يبقى المحول الرافع معروف لرفع الجهد الكهربي، لرفع الجهد الكهربي. طب إيه الهدف من رفع الجهد الكهربي؟ إنه نقلل التيار، وبالتالي نقلل من الطاقة المستهلكة. هنا محول خافض يبقى الخافض للجهد، خافض للجهد، خافض للجهد، بس في نفس الوقت رافع للتيار. هتقول ازاي؟ احنا خدنا في قانون اوم ان كلما زاد الجهد زاد التيار. هنا المحول فائدته نقل القدرة، نقل القدرة الكهربية، نقل القدرة الكهربية. يعني ايه نقل القدرة الكهربية؟ يعني القدرة هتكون قدرة الملف الثانوي، قدرة الملف الابتدائي تساوي قدرة الملف الثانوي، واحنا عارفين القدرة بتساوي اي في في، فالعلاقة بين التيار والجهد علاقة عكسية عند ثبوت مين؟ القدرة. فإذا هنا محول رافع لرفع الجهد وبالتالي نقل التيار، رفع الجهد ونقل التيار لأن القدرة ثابتة. هنا محول خافض لخفض ايه الجهد، محول خافض لخفض الجهد وزيادة التيار. تعال نقارن ما بين المحول الرافع والمحول الخافض. طبعا احنا اتفقنا ان اي قوة دفع كهربية تعتمد على عدد اللفات وتغير الفيض، فعند مرور طرف الملف الابتدائي ينشأ مجال مغناطيسي، وكلما زاد عدد لفات الثانوي كلما حصلنا على قوة دفع كبيرة. إذا لما يكون محول رافع لازم يبقى فيه عدد لفات الثانوي أكتر، يبقى عدد لفات، يبقى عدد الملفات الملف الثانوي السكندري أكبر من عدد لفات الابتدائي. طيب إذا ندور نحس عدد لفات، لكي يكون محول رافع لازم يكون الأوت أو الخارج من المحول يكون أعلى، قوة دفع أعلى. طب عشان تبقى قوة دفع أعلى احنا خدنا القانون إن الكتروماتيف فورس بتساوي الوقود فرداي إن في دلتا فاي إم على دلتا تي. إذا العلاقة بين الإن والقوة الدفع علاقة طردية، يبقى الحصول على قوة دفع كهربية كبيرة أن يكون ملف الثانوي، أن يكون ملف الثانوي عدد لفاته أكبر من عدد لفات الملف الابتدائي. اما في المحول الخافض العكس، المحول الخافض هيبقى عدد لفات الثانوي اقل، عدد لفات الملف الثانوي اصغر من عدد لفات الملف الابتدائي. دي ننطقها اكبر متسع، هنا اكبر عدد لفات الثانوي اكبر، هنا عدد لفات الثانوي ايه اقل، وبالتالي هيبقى الجهد، جهد الثانوي اكبر، يبقى في اس اكبر من جهد الابتدائي لان هيبقى فيه عدد لفات الثانوي اكتر. هنا يبقى جهد الثانوي، جهد الملف الثانوي اصغر من جهد الملف الابتدائي، جهد الملف الابتدائي. يبقى التيار شد التيار العكس، احنا قلنا ده رافع للجهد، رافع للجهد خافض للتيار، وبالتالي هيبقى تيار الثانوي، تيار الملف الثانوي اصغر من تيار الملف الابتدائي. هنا نفس الفكرة العكس،
هيبقى بما ان ده هيبقى خافض الجهد يبقى التيار الثانوي، تيار الملف الثانوي هيبقى اكبر من تيار الملف الابتدائي. طيب السؤال ده في غاية الأهمية، مش بس لو ما جاش في شكل قارن بين المحول الرافع والمحول الخافض. المحول الرافع رافع الجهد وقل التيار. نبدأ بالجهد. طب ليه ما بدأ ما ينفع نعكس الوضع؟ طبعا لا، لأن التيار هو اللي بيعتمد على الجهد، كلما زاد الجهد زاد التيار، كلما قل الجهد قلت. فالتيار فهنا المحول رافع للجهد هيبتدي يكون خافض للتيار. هنيجي بعد كده على كفاءة المحول. عشان نفهم كفاءة المحول احنا قلنا ان المحول الملف الابتدائي عشان يبقى محول كفاءته عالية يجب ان يكون قدرة الملف الثانوي تساوي قدرة الملف الابتدائي. فلكي يكون محول مثالي او محول بنسميه محول كفاءته 100%، أن تكون كفاءته 100%، كفاءته 100%. إيه معنى كفاءته 100%؟ أي أنه لا يوجد فقد للطاقة، أي لا يوجد فقد في الطاقة، أي أن قدرة الملف الثانوي هتساوي قدرة الملف الابتدائي. قدرة أنه يعني يبقى أول محاول يقول لك عرف المحاول المثالي، هتقول هو محول كفاءته في 100%، لا يوجد فقد في الطاقة. يعني قلنا الكفاءة بهذا الشكل إيتا هتساوي قدرة الملف الثانوي، قدرة الملف الثانوي إلى قدرة الملف الابتدائي هتساوي إيه؟ 100%. يعني البسط بيساوي المقام، أي لا يوجد فقد الطاقة. أو ممكن نقول طاقة الملف الثانوي إلى طاقة الملف الابتدائي بيساوي 100%، أي لا يوجد فقد فين في الطاقة 100%. ده تعريف. وفي الحالة دي في المسائل أول ما نسمع كلمة محول مثالي على طول نقول قدرة الملف الثانوي هتساوي قدرة الملف الابتدائي بهذا الشكل. ممكن نعوض عنها بأنها I في V، القدرة بتساوي التيار في الجهد، ده كله للملف الثانوي، هتساوي I في V القدرة بتاعة الملف الابتدائي. أو قلنا هنا بالنسبة لعدد لفات هنعكس الوضع، هنقول N لو خدناها بشكل الجهد كده هنقول VS يبقى جهد الثانوي نضربها في عدد لفات الابتدائي تساوي جهد الابتدائي في عدد لفات الثانوي. ده إذا قلنا محول مثالي، محول كفاءته 100%، محول لا يفقد طاقة. وطبعا ده صعب من الحصول على هذا النوع لأن لازم يفقد جزء من الطاقة في القلب، ولكن بنحاول نقلل على قد ما نقدر إن احنا بنستخدم شرايح معزولة، تقليل التيار الدموي والحرارة، نحاول نكون حديد مطاوع سيليكوني يسهل حركة المجال المغناطيسي، أن يكون لفات نحاس لأن النحاس توصيلته عالية مقاومته نوعية صغيرة. لو احنا جينا تاني نقول الكفاءة بالشكل ده، إذا تعريف الكفاءة كفاءة المحول هتقدر بأنها قدرة الملف الثانوي إلى قدرة الملف الابتدائي. فلو قال مثلا كفاءة المحول 80% هنشيل دي ونحط مثلا مكانها 80% 90% أيا كان ذي القيمة،
وقدرة الملف الثانوي أو طاقة الملف الثانوي على طاقة الملف البدائي نعوض عنها بالآي القدرة التيار في الجهد، وهنا اس اس على التيار في الجهد، وهنا برايمري بي وبي. طيب ده كفاءة المحول الثانوي، أو نقول كفاءة المحول، أو نقول جهد الملف الثانوي في عدد لفات الابتدائي هتساوي جهد الابتدائي في عدد لفات الثانوي. يبقى الكفاءة، يبقى المسائل حاجة من الاثنين، كفاءته 100% يبقى قدرة الملف الثانوي تساوي الابتدائي، ونعوض بأي شكل على حسب القانون، أو إذا ذكر الكفاءة 90% يبقى نكتب هنا 90 على 100، أو هنا 90 وهنا 100 عشان تحضرها في الطرفين وسطين، أو 90% 80% أيا كانت القيمة. طب لو قلنا ما معنى قولنا إن كفاءة محول، ما معنى قولنا أن كفاءة محول 20%؟ معنى 80%، 80% معنى ذلك أنه يوجد فقد 20% للطاقة. ممكن لها الإجابة هنقول أي أن النسبة بين، أي أن النسبة بين قدرة الملف الثانوي، قدرة الملف الثانوي إلى قدرة الملف الابتدائي، إلى قدرة الملف الابتدائي بتساوي 80%. أو نقول يحدث فقد في الطاقة، أي يحدث فقد في الطاقة مقدارها 20%. المسائل كلها بتدور حول القانون دول، إذا ذكر الكفاءة 80% 90% أيا كانت هذه القيمة، نقولها نشيل الكفاءة المحاولة 80 على 100، أو 80 هنا و100 هنا عشان الطرفين وسطين، أو بتساوي قدرة الملف الثانوي على قدرة الملف الابتدائي IVV بس SS ثانوي وده ابتدائي، أو استخدمنا عدد اللفات هيبقى جهد الثانوي فوق في عدد لفات الابتدائي بيساوي جهد الابتدائي في عدد لفات الثانوي بالشكل ده، أو سؤال ما معنى قولنا أن كفاءة المحول 90% 80%، نعرف التعريف عادي ونقول أي أن النسبة بين قدرة الملف الثانوي إلى قدرة الملف الابتدائي 80%، أي يحدث فقد في الطاقة مقدارها 20%. كل المسائل هتدور حول هذه النقطة، برضو في تعويضات، في طريقة حل المسائل. طبعا يفضل واحنا بنحل مسائل يا ريت نعمل مخطط بسيط، هنكتب هنا ملف ابتدائي مثلا الأول، ملف ابتدائي، هنكتب هنا ملف ابتدائي، ملف ثانوي مثلا، ونضع المعطيات. هنشوف هنا إذا جبنا هنا عدد لفات الابتدائي نقول إن بي نشوف قيمتها، عدد لفات الثانوي نشوف قيمتها، ويجي لك جهد الثانوي، جهد الابتدائي اللي هو بنسميه المصدر بقى هنا في الحالة ديت، جهد المصدر أو بنوصلها بمصدر، يبقى ده مثلا، وهنا جهد الثانوي اللي هو الخارج، أو عدد لفات الابتدائي شدة التيار الابتدائي اللي هو المصدر، يبقى ده كل الابتدائي ده بنسميه المصدر، وده الجهاز اللي هنستخدمه هنا الاي في الاي الاي اس. هنقارن بقى، اذا ذكر الاثنين دول او طبعا عندك كم معطى، يبقى في عندك 3 معلومين واحد مجهول، ونقارن يا ترى نستخدم الفي مع الاي ولا نستخدم الان مع البي على حسب معطيات المساله. طب طبعا عارفين قبل كده يقول لك وكانت قدرة الكهربائية للمصدر، بدل ما ذكر المصدر يبقى ندخل على الابتدائي، عارفين القدرة بيساوي اي في في، فاذا ذكر في المسألة قدرة المصدر وعندنا جهد المصدر نقدر نجيب التيار المصدر، او العكس جاب قدرة المصدر وجاب تيار المصدر نقدر نجيب جهد المصدر. نغطي دي كده
يبقى القدرة، يبقى الجهد بيساوي القدرة على التيار، أو التيار بيساوي القدرة على. طب لو قال جهاز نفس الفكرة، بس يبقى حاجة خاصة بالجهاز، نفس المعنى نفس الطريقة. ده معظم أفكار المثال. ناخد دلوقتي مسائل على هذا النوع. محول كهربي يحول 220 فولت إلى 17.6 فولت. نفهم من كده المحول ده ينخفض. ثانيا نعرف إن ده جهد الابتدائي، هنسميه في اس، وده جهد الثانوي، جهد الابتدائي في بي، وجهد الثانوي يبقى ده جهد الابتدائي في بي، وده جهد الثانوي في اس. تاني محول كهربي يحول، يعني ده الدخل وده الخارج، ده الابتدائي وده الثانوي، والنسبة بين عاد لفات نفس الطريقة بما أنه محول. هنا لم يذكر عاد لفات الثانوي الابتدائي، حيث أنه محول خافض يبقى معروف أن عدد لفات الثانوي أقل، يبقى ده إن إس ودي إن بي. هو ما قالش لا خافض ولا رافع، بس قال بيحول من 220 فولت إلى 17.6، يبقى معناه محول خافض بأنه بيخفض الجهد، وبأنه خافض للجهد يبقى معروف إن عدد لفات الثانوي بيكون أقل. طيب إحنا عارفين الكفاءة، الكفاءة بتساوي، هو ذكر إن وفي، يبقى نقول الفي إس في الـ إن بي هتساوي الفي بي ان اس، لانه جابها بدلاله الجهد الثانوي وعدد لفات الابتدائي بالشكل ده كده. اذا تعال نعوض. اذا ايتا اللي هي الكفاءه بتساوي، هنشوف النقطات هنا، في اس فين، في اس، في اس 17.6 في ان بي، ان بي هنا بكام، بعشرة، على الفي بي، الفي بي 220، الفي بي 220 في الان اس، الان اس اللي هو 1 في 100. بالآلة الحاسبة بيطلع لنا الناتج كفاءة بتصل إلى 80%. طيب تعال نشوف السؤال. جه في الأزهر 2014، محول خافض يعمل على مصدر قوته. طبعا زي ما اتفقنا كلمة مصدر يبقى ده الملف الابتدائي على طول، يبقى الجهد ده هو الجهد الابتدائي في، يبقى ده هي اسمها الفي بي. يبقى نقول هنا الجهد الابتدائي، الجهد الابتدائي هنكتب هنا يبقى في بي هتساوي 2500 فولت. يعطي ملفه الثانوي تيار، يبقى التيار الثانوي اللي هو الاي اس بتساوي 80 امبير. طيب وكانت النسبة بين عدد لفاته، طبعا هو ذكر محول خافض، كلمة محول خافض يبقى عدد لفات الثانوي أقل، يبقى نقول هنا إن إس بواحد، والإن إس والإن بي بـ20، عدد لفات الابتدائي 20، عدد لفات الابتدائي 20 لفة، نسبة وتناسب. احسب القوة الدفع في ملفه الثانوي، يبقى معناها المطلوب هنا ال في اس مجهول. ال في اس والان ال في بي والان بي والفي اس والفي بي والان ال في اس والان اس، وفي الحالة ديت بفرض ان كفاءته 80%، كفاءته 80%. إذا بنستخدم القانون اللي هو إيتا هتساوي مع الكفاءة بتساوي
هنستخدم ال في اس، ال في اس في ال ان بي، ال ان بي هتساوي ال في بي في ال ان اس، هيبقى كله معلوم ما عدا ال في اس. ال في اس، ال في اس ليه بقى؟ لان عندنا الكفاءة 80%، يبقى هنا 80 مثلا على 100 هتساوي المجهول مين؟ في اس، في اس عدد لفات الابتدائي، عدد لفات الابتدائي موجودة هنا كام؟ 20، في 20 الجهد الابتدائي، الجهد الابتدائي الفي بي ده هيت، الفي بي بكام؟ 2500. في الحالة ديت ال ان اس، ال ان اس بكام؟ بواحد. اصبحت معادلة ذات مجهول واحد في الفي اس، حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين. لو جبنا الفي اس في طرف، الفي اس في طرف هتساوي اللي مع المجهول معامل، مين اللي مع المجهول؟ المية والعشرين، فنقول 20 في 100 ده هو معامل مين؟ معامل الفي اس. اما هنضرب هنا 80 ضرب 80 في 2500 في 1. طبعا بالآلة الحاسبة هنحسب هيطلع لنا جهد ايه؟ جهد الملف الثانوي بالفولت. واحنا بنحل لازم نلاحظ هو محول ايه؟ خافض، محول خافض. جهد الثانوي، جهد الثانوي لازم يطلع اقل من 2500. فاذا طلع الناتج جهد الثانوي ده اقل من 2500 يبقى الاجابة ايه؟ صحيح. تعال نشوف المطلوب التاني، شدة تيار الملف الابتدائي. لما نيجي نحسب شدة تيار الملف الابتدائي نفس الكلام، هنقول الكفاءة بتساوي في اس اي اس اللي هي القدرة الثانوي على قدرة الابتدائي، في بي اي بي، هيبقى كله معلوم اي بي، هيبقى كله معلوم ما عدا تيار الملف الابتدائي اللي هو الاي بي ده، هو تيار الملف الابتدائي ده اللي مجهول. وهكذا نبدأ نعوض عن ايه؟ تابي 80% 80 على 100، ونبدأ نعوض عن الـ VS اللي احنا جبناها معلومة، وعندنا الـ IS اللي هي 80، والـ VB يبقى المجهول عندنا بس مين؟ IB، نقدر بنفس الطريقة طرفين وسطين ونطلع الناتج. تعال نشوف مثال تاني. المثال ده كان جه سنة 2007، يراد استخدام محول كهربي رافع للجهد. هو ذكر كلمة رافع للجهد دي بتفيدنا حاجات كتيرة جدا، عشان نعرف ان العدد الاكتر في الجهد يبقى ثانوي، وعدد لفات اكتر ثانوي، والتيار اقل، ده رفع جهد من 10. هو ما قالش بقى ابتدائي ولا ثانوي، بس ذكر كلمة محول رافع، بس ديت اقل ودي اعلى، يبقى معناها جهد، نقدر نقول جهد الثانوي يبقى نقدر نقول جهد، هو قلنا محول كهربي رافع من 10 فولت إلى 50، يبقى جهد الابتدائي هو 10 وجهد الثانوي اللي هو 50. تاني النقطة دي، محول رافع لرفع الجهد من 10 فولت إلى 50. طيب يبقى الجهد الابتدائي أصغر لأنه رافع، وجهد الثانوي أعلى. طيب السؤال بيقول إيه؟ هل ممكن استخدام تيار مستمر؟ طبعا مستحيل، لأن التيار المستمر ثابت الشدة والاتجاه، يعني الفيض الناتج هيتكون فيض وكل حاجة، ولكن فيض ثابت، بعكس التيار المتردد. تيار متغير الشدة والاتجاه، إذا فيضه نفسه متغير الشدة، متغير الشدة والاتجاه، عشان عندما يمر في الملف الثانوي يقطعه خطوط المجال، خطوط الايه؟ لفات الملف الثانوي. اذا هل ممكن استخدام تيار مستمر؟ غير ممكن. ولماذا؟ لان المستمر ثابت الشده والاتجاه،
وبالتالي المجال الناتج هنشأ مجال ولكن لا يمكن أي تغيير صيته. طيب احسب عدد لفات الثانوي، عايزين عدد لفات الثانوي ان اس، هنكتبها مثلا باللون ده كده ان اس مجهول. احسب عدد لفات الثانوي، اذا كان عدد لفات الابتدائي 80 يبقى ان بي 80 اذا كانت كفاءته 100%. معنى كفاءته في 100% على طول نقدر نقول قدرة الملف الثانوي، قدرة الملف الثانوي هتساوي قدرة الملف الابتدائي، قدرة الملف الابتدائي. طبعا هنيجي نبص هنا عندنا الفي والان، يبقى نقول الفي والان، يبقى لو جينا نقول هنا المطلوب ان اس، يبقى نقول الفي اس في الان بي هتساوي الفي بي في الان اس، في الان الان اس اللي هي موجوده هنا ان اس، يبقى معادله ذات مجهول واحد. ما هو احنا استخدمنا هذا القانون لانه كفاءته 100%. معنى كفاءه 100% معناها قدره الثانوي، قدره الملف الثانوي هتساوي قدره الملف الابتدائي، والقدره اي في في او في في ان. لو قلنا في في ان يبقى الفي اس يبقى في الان بي هتساوي الفي بي ان اس. تعال نعوض، عندنا الفي اس بكام؟ الفي اس ب50 اهو 50 في الان الان بي ب80 ضرب 80 هتساوي الفي بي، الفي بي ب10 يبقى المجهول عندنا مين؟ ان اس. لو حطينا نحط بالقسمة على 10 الصفر مع الصفر يبقى ال ان اس هتساوي 5، 8 في 5 ب 40 ب 400 كده 400 لفه في الوضع ده كده.